مرحبا بكم المشتركين بتاعنا. اليوم باش نشوفوا كيفيه تحميل تطبيق صبوره نت. باش تتابعوا معايا الزيتات الكل باش تتم عمليه التحميل بنجاح. اول حاجه باش ندخل جوجل بلاي باش نعمل انستالاسيون تاع صبوره نت. بعد باش نكليك على البوطون كرييت اكاونت او الفيرست نيم اللي هو باش نحط فيه الاسم، لاست نيم باش نحط فيه اللقب، باش نحط الايميل نتاعي، وبعد نعمل للاشتراك باش نخرج للليست نتاع الدروس المجانيه. احنا باش نتمتعوا بالدروس اللي حاجتك بها يلزمك تدخل للحساب نتاعك عبر الحاسوب وتعمر الاشتراك وتختار المستوى اللي انت حاجتك به. كل ما عليك انك انت تدفع على حسب الطرق اللي تختارها اللي هما وفرتهم لك. صبوره ثلاث طرق هذه باش تسهل عمليه الاشتراك.